عقود، حيث أن الجزائر العاصمة والجزائر هي مهمة جدا في الدعم والقتال في جميع المجالات ضد الديكتاتورية. وفي الجزائر تم الاتفاق وعقد بروتوكولات كثيرة وذلك الأمر الذي قام باستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر البلدان التي تتحدث البرتغالية وكان لها أهمية في تحريرهم. أشكر هذا الدعم والدور الذي قام به الجزائر.